سي بودريقه كان جا في الاول، جاب واحد المشروع اللي عجب جميع الرجاويين، اللي مشروع طموح وصل به للعالميه ودار شحال من حاجه، ولكن في السنوات الاخيره ما شناش شي انجازات اللي كتكون بقيمه فريق الرجاء البيضاوي. 2009 دزنا ما التجربه هذيك، كنا غنطيحوا الدوزيام سيريك، يعني نفس التجربه اللي كنعيشوا فيها دابا. حنا كجمهور الرجاء راه مع الراجا في السراء وفي الضراء وديما راجا. فاش اللعابه ما تيبقاوش باغيين المدرب ولا ما تيبقاوش باغيين الرئيس، شي بحال تيديروا النقابه، وهذه مشكله خص تحيد من اللعابه ديال البطوله الوطنيه. خص تبقى عقليه احترافيه، لان اللعاب لاعب من اجل تشوني، ماشي لاعب على اجل الفلوس ولا باغي نجيب مدرب ولا باغي نهضر على الرئيس لا ما بغيناش ولا، لان تيجي جمهور. كاين جمهور اللي تيخلي خدمته وتيخلي بزاف ديال الحوايج وتيجي يخسر فلوسه تيتبع الرجاء، يتبع الوداد، اليروتو. داك الشيء علاش خص اللعابه يديروا بحساب هذاك الجمهور اللي تيدير شي حاجه بزاف، شي حاجه ما كايناش في اوروبا، ما كاينش الجمهور اللي كاين في المغرب لا عند وداد لا عند الرجاء. الازمه ديال فريق الرجاء الوداوي من بعد كاس العالم الانديه ولا كيعيش واحد الضغوطات كبير من الاعلام من الجمهور، لذلك تخلات واحد الازمه، وان الرجاء من بعد فوز البنزرتي مابقاش كيجيبوا واحد المدرب اللي هو قادر انه يسيطر على الفريق، ولا اللعابه اللي كيسيطروا على المدرب. ايوا الرجاء البيضاوي راه هذا العام ناقص بزاف، وحنا صابرين معاه كما كنقولوا، راه معاهم في الحلول كاين معاهم حتى في المره. المشكل ما عرفتش انا فين ما كنتفرج كي بحال كيزيدوا ما فقصونا، حنايا كنقولوا على الربح وما تيخسروا، ويمكن قلت انا كيديروها بالعاني باش على حساب الرئيس. الفرق الكبرى تمرض ولا تموت، وغنشوفوا الرجاء من القدام ان شاء الله راه غادي يتحرك شويه، ما يبقاش ذاك الرجاء كما كيعرفوا دابا الجميع، ومن القدام ان شاء الله راه غادي تكون النتيجه مزيانه، وغير يعطيو شويه للمدرب واحد شويه الوقت فين يشتغل. وكرة القدم راه هي هذيك ضروري من الكبوه. كنقول للجمهور ديال الرجاء خاصة بأن الرجاء مدرسة كبيرة، مدرسة كبيرة، وأحسن حاجة غادي يديروها الرجاء ما يشريو لا لعابة لا والو، يبدلوا غير لونترينور ديال الخضراء. لذلك أقسم بالله العظيم إذا غادي تكون الرجاء في أحسن مستويات ديالها وغترجع بالتريبل. إذا كان الحل هو تبديل المدربين راه حل ما خدامش، لأن راه 7 مدربين وفريق يعاني.